ሌላኛው የትምህርታችን ርዕስ الفصل الخامس ስንተኛው ፈስል ነው? አምስተኛው ፈስል ነው ይላል። بيان የሚያብራራልን ነው حقيقة እውነታቸው ምን እንደሚመስል fact ማለት እውነታው fact ምን ይመስላል? كل يياندانو يمن الجاهليه جاهليه مالت من مالت جاهليه مالت من مالت نو الفسق فسق من مالت نو الضلال ضلال تمت من دنو الردة ردة من دنو اقسامها كفلوچوان احكامها منون دنغاغيوچوانم منناو الجاهليه مالت مندنو ماحيماننت عارف ماحيماننت عارف الفسق عمت كالله سبحانه وتعالى تزاز موطات الضلال تمت الردة كسلمنا وده كهدت منملس اقسامها ينزيو لا كفلوچ جاهليانم አክሳሙን እናያለን ፊስክንም እንደዛው ባላለንም ሪዳን احكامها شرعاوي دنغاغيو ደግሞ ምን ይመስላል አብረን ምን እናየው ነው ታየነ الجاهليه ማህይማንነት የሚባለው ነገር جاهليه የጃሂልያ ማህበረሰብ ሲባል እንሰማለና جاهليه ሲባል ማህይማንነት የሚባለው هي الحال جاهليه ማለት هي الحال ሷምነች حال ሁኔታ ነች التي ያቺ كانت عليها العرب عربዎች የነበሩበት የሆነው حال ሁኔታ ጸባይ العرب قبل الاسلام نبي عليه الصلاه والسلام ከመላካቸው በፊት قبل الاسلام ማለት ነብዩ ከመላካቸው በፊት ማለት ነው። እሺ من الجهل بالله ما هي ማንነታቸው ምንድነው ከተባለ من الجهل بالله بالله عليه እውቀት አለ መኖር ورسوله بملكተኛው ላይ وشرائع الدين የዲንን እምነት ህግጋት አለ ማወቅ የዲንን የእምነትን ህግጋት አለ ማወቅ በዚህ ብቻ አላበቃ ወልሙፋኸረቱ ቢላንሳብ በዘር ይፎክራሉ አንተ ማን መሰልኩ የእንትና ዘር እኮ ነኝ ይሉ ይፎክራሉ ማለት ወልኪብር ኩራት አለባቸው ተጀቡር ተጀቡር ዳልነው ምን ማለት ነው መንቦጣረር ወይም አምባገነንነት አምባገነንነት ብትሉት ይሻላል غير ذلك ليلوش ليلوش مبارياتوش ነበርአቸው ከዛ አንጻር ነው እንግዲህ እነዚህ የማህይማን ማህበረሰብ የሚለውን ስያሜ ያገኙት ንስበቱን በማስተጋት ነው الى الجهل ወደምን ወደ ማህይማንነት በማስተጋት ነው الذي هو عدم العلم ما ايمان الناس يبال يوقت على منور
ይህ እንግዲህ ሲያሜ የመጣው ንስባ ስበቱን ኢለል ጀህሊ ወደ ማህይማነት በመጠጋት ነው ወደ ማህይማነት በመጠጋት ነው ይሄንን ሲያሜ ጃሂልያ የሚባለው የመጣው ማለት ነው የተገኘ ጃሂልያ ወደ ጀህል በመጠጋት ነው ሲባል አለዚያ ሁ አደሙ ልዕልም እውቀት አለመኖር ነው አው አደሙ ኢትባዕ ልዕልም በሁለተኛ መልኩ ነው ልብ በሉ እዚህ ጋር هو عدم العلم اوقات بالمنور نوالاچو او عدم اتباع العلم ويم دمو اوقات من بالمنات بالمكتل اوقات الله جن يعني اوقاتن تكتلو ايدلم يدو سويو قال شيخ الاسلام ابن تيميه شيخ الاسلام ابن تيميه بلوا فان انكم من لم يعلم الحق حقا يلاوقه فهو جاهل اسم جاهل نو አቅን ያላወቀ ማን ጀህለን በሲጣን ነው ግን እሱ ጀህለን በሲጥ ነው እሱ ደግሞ ጀህለን በሲጥ ይባላል ጀህለን በሲጥ ማለት ሐቅን አያውቅም የሆነን ተግባር ግን ይተገብራል ምንን አያውቅም ሐቅን አያውቅም የሆነን ተግባር ግን ይተገብራል ይህ ሰውዬ ያለበት ጅህልና ምንድነው? ጀህለን በሲጥ ነው። ምክንያቱም አንድን ተግባር ይሰራል ወይም ደግሞ አያውቅም በቃ ማያውቅ ሰው ምን ይባላል? ያለበት ጅህልና ምንድነው? ጀህለን በሲጥ ነው በቃ። አንድን ተግባር ወይም ይሰራል ሚሰራው ግን ያለ ምንድነው? ያለንድ ነው ያለምንም ሙቀት ነው ይሄ ሰውዬ እንግዲህ ይሄን ተግባር ሲሰራ ጀህለን በሲት ኖሮበት ነው ጀህለን በሲት ይሄንን እንትል ላይ ተመራጨው ልኩ ሂልየቱ طالب العلم ላይ አስተምራቸዋለሁ فإن اعتقد لكن እምነት አድርጎ ከያዘ خلافه ተቃራኒው فإن اعتقد እምነት አድርጎ ከያዘ خلافه بتقارانيو كذا كحقو بتقاراني اوقالو بلو تقارانيون سرا ويم تغبره يدمو فهو جاهل جهلا مركبا اي جهلا مركب نو جاهلنته فهو سو جاهل جاهل نو جهلا مركبا مركب يونه جاهلنت نو مركب مالن نو ليلى يتنا የተነባበረበት ወይም ሌላ የተጫነበት ማለት ምሳሌ 20 ቁጥርን ጻፍክና ስንት ነው አልኩኝ ማያቆ ሰው ይሄና አይኔ አላቅም አለ ይሄ ሰውዬ ምንድነው ያለበት ጀህለን በሲጥ ነው ያ ግን 20 ቁጥርን ጽፈ ስንት ነው ስትለው 13 አለ 20 ቁጥር ጽፈ ايه جهل مركب نو وي على وقم ما العالم ليلى على ما وقن نو انغدي بلاو لي تچانو معناته نو قلت نو عالم وقو انداله ليلى دغمو مساسات ميبالون نغر مناله بلايو لي من بلوان تچنو بتال معناته سلازي فايل ادغمو الله فان من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطا فان اعتقد جن امنت قال خلافه بتقارانو امنه ሀያ ቁጥሯን አያትና እቺ በቃ 13 ነች የሚለው ወስጡ ምን አለ ሳለ ወጃሂሉን ጀህለን ሙረከበን ይላል ገልጸ ነው فإن تبين ذلك فإن تبين ذلك ايه እንግሊዝ ላይ ከተብራራ ዘንድ ይላል ጀህልናን በሁለት ከፍለን አይተን ይሄ ከተብራራ ዘንድ የለም فإن قال خلاف الحق كحق وجي كن قال عالما بالحق حقا يوقع او غير عالم يو انت جاي تشمروا معناته فإن قال بالناكر خلاف الحق كحق وجي بالناكر
አሊመን ቢልሐቅ ሐቅን ያወቀ ባጢል ነገር ተናገረ ሐቅን ያወቀኩን ወይ ለጥቅም አድሮ የማገኘው ጥቅም እንዳይቀርብኝ ብሎ አው غير عالم ወይም ሳያውቅ فهو جاهل አይደን እሱም جاهل ይባላል ግልጽ ነው ያወቀም ቢይበል በምንም ሁኔታ ይበማል فإذا تبين ذلك كتبرر له ይህ ተብራራ እንደሆነ فالناس የሰው ልጆች ቀብለ بعث رسول صلى الله عليه وسلم نبيو كملاكاتቸው በፊት كانوا ነበሩ نبيو كملاكاتቸው በፊት ሰው ልጆች ነበሩ في جاهليتين في جاهليتين بجاهلية ውስጥ ነበሩ منسوبة الى الجهل ወደ جهل ተጠጋች ማለት فإنما كانوا عليه أنوكو النسوي نبارو بات من العقوالي كمن كنققر نسوي نبارو بات كمن كنققر والعمالي كتكبار كسرا إنما أحدثه لهم للنسو يفتروا الله جاهل ما أنه يفتر الله جاهل يفتروا الله وإنما يفعلوا متقبرتم سواش دقمو من دناتو جاهل وإنما يفعل متكبرهم جاهل نو يفترهم ما نو جاهل نو وكذلك النذي كل ما يخالف يميقارن ولا ما جاء به المرسلون مرسلوچ من ميلوتن يزو يمتوتن يميخالف ولا من يهودية كأيهود من التكتايميون والنصرانية ككريستيان أنا تكتب وتشوستميون فهو جاهلي هو جاهلية جاهلية وستني الله ونوم يبارو إذا قال كنبي ملاك بفتين ببرو تبارو وتلك يتشكو كانت الجاهلية العامة بفتين ببرج تكل اللي هنا الجاهلية تشين ببرج نبيو كملاك عتشو بفتين قالوا نصارى وتشميون أيهورو تشين ببرو بات ከአንቢያዎቻቸው ምክርና አስተምሮት ወጡ የነበሩትም ይሁን እነዛው ሙሽሪከል አረቦችም የነበሩበት جاهልየቱን አማሱ ነው ጥቅል የሆነው ሁሉንም ያዳረሰው የማህይምነት ጊዜ ወቅት እሱ ነው فاما بعد ما بعث رسول صلى الله عليه وسلم كنبيو ملاك በኋላማ كنبيو ملاك بوالا ما قد تكونوا في مصر قد تكونوا برغت تنورالج في مصر بونا اگر لا ينورال دون مصر عند اگر ان سايچمر عندو اگر لا ينورال عندو اگر لا ينورم دون مصر قالاچو دون ميلو افراش نو في مصر باند اگر ينورال دون مصر عندو اگر لا ساينور معناتو አንዱ ሀገር ላይ ማህይማንነት በጣም የነገሰበት አለ ጥቅል የሆነ جاهልይነት አሁን አለ ብትባሉ የለም ነው ብትሉት እሺ አልፏል በቃ ነብዩ በመላካቸው አልፏል ግልጽ ነው جاهልየቱን አማ የለም ነው ብትሉት ፈተና ላይ ቢመጣ ገነ እንዴት ነው ከፊል የجاهልይነት ሁኔታስ አለ ብትባሉ አንድ አንድ ሀገር ይኖራል አንድ አንድ ሀገር አይኖርም ከማ هي في دار الكفار አሁን የካዲያን ሀገሮች ላይ አሁን ምን ይኖራል ጅህልና የነገሰ ይሆናል የነገሰ በከፊል ማለት وقد تكون في شخص وين ما عند ግለሰብ ላይ ሊኖር ይችላል ማህይምነት እንደው جاهል ይባላል جاهል ይባላል ሰውየውን جاهልያ አይደለም ትለው جاهል ነው وقد تكون في شخص دون شخص عندن دون شخص مالك دون افراش نيچ متونوال باند شخص لا ينورال دون شخص عند شخص لا دمو ساينور مالك كرجل عند عند سو مالك نو كرجل عند عند سو قبل اي يسلم كمسلمو بفيت عفوا قبل اي يسلم بيبا اي يسلم كمسلم وبفيت قبل اي يسلم كمسلم وبفيت فانه نوكو في جاهليه بمن واستمين يوم يونو
በማህይማንነት ውስጥ ይሆናል አረ ይኖራል ወይን ካነ ፊዳር الاسلام በእስላም ሀገር ውስጥ ደግሞ ሲኖር ያን ነገር ይላቀቃል አረ ፋማ ፊ ዘማን ሙጥለቅ ልክ በሆነ ግን በጊዜ ሁኔታ ላይ سنናስቀምጠው ግን ፊ ዘማን ሙጥለቅ ማለት ልክ በሆነ መልኩ ከጊዜ አንጻር سنናስቀምጠው ፈላ ጃሂሊያ ማህይማንነት ወይም የማህይማንነት ማህበረሰብ የሚባል بعد ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم يلم فلا نعرف لاچو فلا جاهليه بعد ما بعث بعد ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم نبيو كتلاكو بوحالا جاهليه مطلق يلم مالك مطلق جاهليه مالك جاهليه عامه ميبالو يلم مالك فإنه نوكو لا تزالو أتوجدم من أمتي كأمتاتو كنبيو أموست طائفة عندت بودن أتوجدم منا جاهلية عامة عندان اللي عدى الرقن لمن دنو يفلق برات السبو مدفونة غروست بيون عندت بودن أتوجدم تبورا ظاهرين على الحق بحق لي يبلا يميون الى قيام الساعه ساعتي تو استقوم درس ينورالو قالوا النبي عليه الصلاه والسلام او النبي عليه الصلاه والسلام لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله عندي تبدن اتوجدم باكلي بلا يمتون الناس يموارد ما يغدا يخالفاتهم الناسن على الكتلم يالهم حتى ياتي امر الله من بالو قيامه من سكين سكيقوم درس انذي اهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه استقيام الساعه درس يقتلالو معناته بسوالا ايطفون بك استي اون ناطفاتوال ناود ماچوال نبلو بزيم بزيم يرباربالو يونه غزي لياو بتوسنه غدات ادرسو باچو ليامنن منواچو يچدال كذا دغمو يبلا يونال كذا اياله معناته والجاهليه دمس والجاهليه المقيده جن يتجدبت هناك جاهليه جن قد تقوم برغت تقوم عليك في بعض ديار المسلمين بكفيل يا اسلام اغروش لي لتقوم تشلالي لتنور تشلالي في كثير من الاشخاص المسلمين بزو بميبالو يا مسلم جلسبوش لي نور يشلال ار جهلنا معناتا كما قال صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام اندالو تولا 40 من 40 في امتي اراد تكباراتوچ قالو بامتي تشوس من امر الجاهليه كجاهليه يونو تكباراتوچ غدايوچ እነዛ እነማን ናቸው? እስቲ ተመረናል ምንድን ናቸው? የማህይማን ተግባራቶች የሚባሉ አራት ተግባራቶች አሉ ብለን ኪታቡ ተውሂድ ስንማር ያየናቸው አልፈኽሩ ቢላንሳብ በዘር መፎከር ወጣኑ ፊላንሳብ በዘር መወጋጋት እንደመፎከሩም ደግሞ በዘር መወጋጋት ሌላስ نقارن يا أسونا لنكو ليلا الاستسقاء بالأنواع أرد اندي بكواكب من مفلك زناب من مفلك ليلا الاستسقاء بالأنواع أرد انت مرنا عند كرر من مدنو يكرر አጣኑ ፍላንሳ ባልናል በዘር መወጋጋት ብለናል ፈኽሩ ቢላ ሐሳብ አልስቲስካው ቢላንዋ ሌላስ አንዱ አጣፋቸር አስለቃሽ ነው ምን አስለቃሽ ጨስ ነው አንያ አንያ ሐቱ አልመይት ነው
ሙሾ ማውረድ የሚባለው አረ ሙሾ ማውረድ ወይም አስለቃሽ የምትባለው ማለት ነው። እሺ ጥሩ ነው። ሙከራሽ ቆንጆ ነው ማሻአላ። አላህ ይፍታህ ለኪ ባረክ الله لك فيك وقال لأبي ذر لأبي ذر نبي عليه الصلاة والسلام بلوال من قالت إنك امرؤون أنت كونك إنك أنت كمرؤون قل سبسونا هلوت فيك بانتوست جاهلية جاهلية يالبه سونا هلوت لأبي ذر نو جاهلنا نو يالوس ويس بانتوست جاهلية أين تعلج بنا إنك أنت كمرؤون نك سونك فيك جاهلية بانتوست من يالج بنا የጃሂልያ ባህሪ ያለችብህ ማለት ይሄንን ያሉት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ከአንድ ሰሃባ ጋር በተጣላ ጊዜ በእናቱ አነወረው ማለትም አንተ ባሪያ ነህ ባሪያ እና ምን ብሎ ማለት አነወረው ግልጽ ነው አለ ቢላልን ነው ይላሉ ቢላል ኢብኑ ረባህ ነው ልጽዋለ ይላሉ አንተ ምንድነው ባሪያ የሆንክ በማለት ማለት ነው። ከዛ ግን ነብዩ ይሄንን ካሉት በኋላ የዝን አጸፋ ይሆን ዘንድ እስቲ እርገጠኝ ብሎ ራሱ ጎንበስ ብሎለታል ይባላል ማለት ተጸጽቶ ከስራው ማለት ነው ግልጽ ነው ይሄንን በመስራቱ ማለት ونحو ذلك انني مساسلو حديثوچን ማውራት እንችላለን ምክንያቱም በከፊል ሊኖር ይችላል ጅህልና ማለት طيب فتن بلا نجرسات وملخص ذلك يزي እንግዲህ ጥቅል ሐሳብ ወይም ጭምቅ ሐሳብ መቋጫ ጥቅል ሐሳብ ወይም ጭምቅ ሐሳቡ ማጠቃለያ የሚባለው ان الجاهليه جاهليه የሚባለው نسبتون الى الجهل ود جهل يتتجا يونس يامي ነው وعدم العلم اوقات على منور نو وانا تنقسم الى قسمين ودا اولت كفل يكفلال الجاهليه عامه تقل يونا معيمنت الله وهي الصا ما كان قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام كان كملاكاتو بفيت ينبرو زمن نبي كملاكاتو بفيت ينبرو غزين ارلن ጃሂልያ የጃሂልያ ግዜ የሚባለው አላህ በቁርአን ውስጥ ለሴቶች ምን አለ ወላ ተበረጅና ተበርጀል ጃሂልየቲል ኡላ የመጀመሪያዎቹ ማይማም ማህበረሰቦች እንደሚገላለጡት አትገላለጡ በአሁን ሰዓት እንደምትገላለጡ እንደ ማይማኖች ነው እየተገላለጠች ያለች የማይም ስራ ነው ብሎታል ምክንያቱም እስቲ ስታስበው እኮ ወላሂ ሐቂቀተን ወነተም የማህየም ስራ መሆኑን መታቀይ ነው ሰው እስቲ ፍረቱን እንዴት አሳልፎ ለሌላው ካላየ ብሎ ይሰጣል ፍረቱን እንዴት በራሱ ጊዜ የሁሉም ንብረት ይሆናል የሁሉም ንብረት ይሆናል አንድ ሰው ይሄ ኋላ ቀርነት ነው የሁሉም ንብረት መሆን አንድ ሴት ተነስተ የሁሉም ንብረት ነኝ ብላ ማለት ማለት ሁሉም ካላየ ማለት ሁሉም ማለት ነው እሷን ቃያት ማለት የማን ነች በቃ እሷ እኮ የማንንም አይደለችም በቃ ስለዚህ ይሄ መገላለጥ እኚህ መሳሰሉት እድገት የሚመስላቸው ካሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የማህይማን ምንድነው ያለው ተግባር ነው ማህይምነት ነው ብለ የኛ ሀገር ደግሞ የባሰ ነው ሌሎችም እንደዚህ የባሱ ቢሆን የኛ ደግሞ ሚኮርጆንና ማይኮርጆንም እንኳን ለይቶ ያቀ ወንዱም ሆነ ሴቱ ማለት አሁን እስቲ ፍረት ወንዶች ደግሞ የጀመሩት አለ በሴቶች ሲነገረም ደግሞ ወንዶችም ጀመሩ ልብሳቸውን ዝቅ አድርገው እፍረቱን ያሳያሉ እንደው ጥሩ ገላ እንዳለው አንዳንዱ ደግሞ እንደው ጥሩ ገላ እንዳለው አኡዙ ቢላህ በጣም ነው ያስጠላ ወላሂ ሐቂቀተን ሴቷም እንደዛው እስቲ እንደው ደና ሰውነት እንዳላት ያችም እየተነሳች እንደዚህ ይሄ ዓለማውቅ ነው ለጽና የማይማን ጽልመት የሆነውን ተግባር መፈጸም ነው ግልጽ ነው
ايه انجليه جاهليتون عاما ويم دمو جاهليتون مطلقا ميبالو على ايال من بلو علالة وقد انتهت تابك تالج تاكواش تالج ببعثتي نبيو من بمالتاتشو بملاكاتشو الان الان يولدتن يو جاهليتون خاصة وسن ما هي منت جاهليتون خاصة ببعض الدول بكفيل هاجرات وجوستي نورال وبعض البلدان بكفيل دول سيبال هاجرات وج دول هاجرات وج وبعض الدول هاجرات وبعض البلدان بكفيل دامو كفل هاجرات بلوت لما ليت وين بكفيل حاغوراتنا بكفيل حاغرات بلوت حاغور سيبال ها من سفي نو ارهل لكنني ارهل حاغر سيبال دغمو بلد سيبال كسو انس ياله نو ارهل انا ينورال اندي عينن نجر وبعد الاشخاص مثالي ويسترنو عالم لي يالو حاغوراتوچ بتوالا وبعد البلد سيبال دمو يتوسنوا هاجراتوچ افريكا يا افريكا منن يبال هاغور نو ميبالو اذا وسط يالو دمو هاجراتوچ يبالال وبعد الاشخاص بكفيل قله سبوچ لي ينور وهذه اند عينت انجدي بكفيل بكفيلوش لي مينور نجر جاهليهنت ما هي مننت لا تزالوا باقيا زو تاريخ مون اتوجدم وبهذا بزي انجدي يتديح قلسون لنال خطا ستت مي يعممون الجاهليه جاهليان يميعمموا سوج ستت قلسون لنال ما هي مانن يميعمموا مالت من مالت نو تكل ما هي ماننت اهون عليه يميلوا سوج مالت من يعممون الجاهلية من يعممون أرلم الله تقل ما هي ما ننت أعلم له في هذا الزمان بزي زمان فيقولون بلويل الله سنناقروا جاهلية هذا القرن الله يزي كفل زمان من ما هي ما ننت الله وما شابها إني مساسلا نقر ناقر إيه عيب بالم جاهلية جاهليته هذا القرن يبل يزي كفل زمن ايبل وما شابه ذلك والسواب تككلو اندي نم يبالو ايو قال ليبال نو جاهليته بعد اهل هذا القرن جاهليته ما هي ماننت بعد اهل هذا القرن بزي كفل زمن يمنورو يكفيل سوج من ما هي ماننت جهلنا نم يبال او غالب اهل هذا القرن وين بزيك في الزمن يمنورو يا ابزانيو سوج غالب مالمال ابزانيو يا ابزانيو سوج ما هي ماننا تبلو نو ميبالو يلالو واما التعميم تعميم ما مالت باتكل ما هي ماننا تبلو مناجر فلا يصح من علم اي بكام ولا يجوز فلا يصح تككل ايدلهم ولا يجوز اي بقى لانه مكنياتهم ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم نبي بملاكاتهم زالت الجاهليه العامه تقل يونهچوا ما هي ماننت من بلالچ توغدالچ لان هذا صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم زي لا تياك